Dear guests, the audio you are about to hear is a prayer Prophet Muhammad, peace be upon him, used to recite upon traveling and is presented to you amongst the sights and beauty of the masjid around Brunei Darussalam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وما قدر الله حق قدره سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعساء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.